ده من برنامج قال ايه على الهوى مباشرة من القاهرة، معكم حسين الامام. معنا اليوم الفنان الكبير الاستاذ حسن مصطفى. استاذ حسن، النهاردة هنتكلم عن العبقريات، ويا ترى العبقريات على فكرة بتختلف، يعني كل واحد بيبقى عنده عبقرية في شيء محدد. طبعا. صادفت عبقريات قبل كده؟ والله صادفت عبقريات كتيرة في اللي قريناه واللي شفناه، وصادفت عبقريات من خلال الشغل. يعني ضيفك النهاردة الأستاذ سامي لبة، والأستاذ سامي لبة عنده عبقرية من نوع خاص. أيوة. فعايزين نسأله يا ترى إيه هي النوع العبقرية اللي عنده؟ يا ترى إيه نوع العبقرية اللي عندك أستاذ سامي؟ هي حضرتك في الحساب. يعني إزاي في الحساب؟ يعني حضرتك ممكن تديني أي رقم أحسبه في ثواني بدون ورقة وقلم. يعني بتستفاد ايه من حاجه زي كده؟ ما بستفادش غير الحسد والقر بتاع الناس. لا ربنا يحميك من الحكايه دي. طب احنا هنجرب نجرب مع بعض، وانا معايا كالكوليتر اهو، وانا هجرب معاك ارقام عشوائيه، واستاذ حسن هيقول ارقام عشوائيه ونجرب نتيجها مع بعض. انا هقول لك ان انا معايا 4 1 2 1 5، يعني 41215 في اهي، في فين يا استاذ حسن؟ اهي في 23256 وكمان انا هقسمها على 16 وحضرتك تقول لي الناتج ايه. نشوف الناتج مع بعض. من الشمال اتفضل. 830 ايوه، 8 9 أيوة، 4 4 0، 41215 في 23256 على 16 تساوي 83,089,440. تحب تجربها؟ لا خلاص، ما كده ده مظبوط ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الإجابة صحيحة يا جماعة. طيب استاذ حسن اختار رقم برضو وقولهولي مليهولي. طيب. وانا هحسبه. 5872 5872 يعني 5 8 7 2 ايوه ايوه في 4312 4312 استاذ حسن استاذنك مرة أخيرة كده. 5872 5872 في 4312 أرقام عجيبة، اللعبة بالأرقام حاجة عجيبة جدا. عايزين حضرتك من الشمال ولا من اليمين؟ ماشي من الشمال زي ما عجبك. أيوة. طب من الشمال 2 5 أيوة، 3 2 أيوة، 0 0 ايوه، 6 4 اللهم صل على النبي. ده مش ممكن. الاجابه فعلا صحيحه. ربنا يخليك. الاجابه لا احسن زي الناس. لا 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 الاجابه فعلا صحيحه. ما شاء الله شيء فعلا مفزع. ما شاء الله. اقسمها. لا خلاص بقى، انا مش عاوز اسمه يعني كده. اللهم صل على النبي. استاذ حسن في رساله صوت وصوره ليك، تعال نشوفها على الشاشه ونرجع مع بعض تاني. ماشي. انا راجل سواق تاكس، وفي يوم من الايام كنت رايح اشتري حاجه فركنت العربيه، فالمفروض ان المكان اللي كانت فيه عربيته دوت مخصص لعربيه الاستاذ الفنان الكبير حسن مصطفى. فبدل ما يستناني وتفاهم معايا ليه انا ركنت العربيه كده، فوجئت ان هو قطع لي الاربع فرق كاوتش. وانا راجل مكافح وعندي 4 عيال، لو الكلام ده يرضيكم انا موافق. رسالة عجيبة جدا يا استاذ حسن. يا ابني حد تاني اسمه حسن مصطفى غير انا؟ كتير. هل معقولة ان فانتوماس فيها قطع كاوتش لسواق تاكسي؟ لا ما حصلش طبعا، ده لو حصل تبقى نايمة سودة يعني. طب لو وحطع لك فردة، طب لو حطع الأربعة؟ تخيل. طب هقطعهم بإيه؟ طيب تعالى نستعرض نوع تاني من العبقرية. احنا عازمين لك النهاردة يعني نوع آخر من العبقرية. معانا خبيرة في الاسترخاء، في الريلاكسيشن. حلو قوي. الخبيرة دي اسمها ميرنا يسري. فتعالى نستعرض مع بعض ايه نوع الاسترخاء اللي بتعمله والخبرة اللي عندها والريلاكسيشن الجديد ده. فنستضيف الأنسة ميرنا يسري، تتفضل. اهلا
هم دي استخاء عندها قوة خارقة وده نوع آخر من العبقرية. طيب تفسر بإيه يا أستاذ حسن القوة الخارقة اللي عند الناس دي؟ واحد بيحسب حسابات بأرقام زي ما شفت وواحد تبص لحاجة تفرقعها. يعني ما شاء الله دي موهبة شديدة جدا ربنا سبحانه وتعالى ما اديها له وما اديهاش لحد تاني. اللي يقدر يحصي خمس ست ارقام ده الواحد المكنة بتلوص في لما بنقل ساعات في نغلط في رقم صحيح ممكن الكهرباء تقطع تبوز لكن ما شاء الله ربنا مدي له نعمة كبيرة جدا ان هي نقدر يقدر يحسب الحسابات دي. طب اللي بص الحاجة تفرقعها دي تبقى ايه حكايتها؟ لا تخاف منه دي قوة التركيز؟ طبعا التركيز بس ده تخاف منه ما تجيبوش ناحيتك ابدا. اخبطنا عيني فرقعنا ولا حاجه. كويس انها ما خبطتش الاستاذ سامي عين. طيب معانا اتصال. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ حسين. مساء الخير يا فندم. برنامج قال ايه على الهوا؟ ايوه يا فندم. مديحه حاتم مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. منور حضرتك. الله يخليك يا فندم. الحقيقه انا عايزه احيي الاستاذ حسن مصطفى. الله يخليك. لا لا ربنا يديك الصحة يا فندم. مديحة حاتم حجائك القبة القاهرة. شكرا شكرا على التقرير صوتها ينفع في الأخبار. تعال جاوب أستاذ حسن عايزين نعرف فعلا أستاذ سامي إيه نوع الغذاء اللي أنت بتتناوله؟ غذائك بيبقى إيه بالظبط؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. سوري. والدي كان عنده مقلة. أيوه. وكان أنا أحب أدست اللب أوي. فليل ونهار بأدرس في لب. والدتي كانت بتعافر معايا بشتى الطرق ان هي تأكلني طبيخ. انا استحالة. لغاية النهاردة بتاكلش طبيخ نهائي. لب بس؟ لب. النوع لب ايه؟ وبعدين اللي هو الحباية الصغيرة مش اي لب. لب اصغر. لب صغير. بس بضيف معاه بقى والدتي جابت لي عسل اسود. فكانت تحط لي الطبق العسل واجيب انا اللبايه اغطسها في العسل واكلها بقشرها بقشرها. فوجئت بعد كده جماعه اجانب اصدقاء جم قالوا لي ان فعلا العسل اسود مع اللب اللي هو الصغير ده بيعمل عمليه تركيز ودي سر العبقريه. يعني مثلا في حدود كام لبه في اليوم؟ يعني في حدود مثلا من 800 ل 900 لباية ده باللب يعني في حدود 4 قراطيس كده تقريبا يعني يعملوا نص كيلو تقريبا. تقريبا. طيب احنا ممكن فعلا نعمل التجربة دي يا استاذ حسن ونجيب لب وعسل اسود حضرتك قلت. مثلا معايا الحاجات دي لو حضرتك عايز. طب ممكن نستعرض المعدات دي تحت مع بعض. يعني احنا لو كلنا دلوقتي يا استاذ حسن بتمشيش انت لو معاك الحاجه دي؟ لا بس مش في ساعتها يعني بتاخد وقت. حضرتك يعني ممكن احنا نجرب التجربه دي دلوقتي ونحسب. يعني ممكن على بكره الصبح حضرتك ممكن يعني يبقى في سن التركيز بدايه. وبقالك كام سنه بتعمل الحكايه دي؟ يعني في حدود 11 سنه ونص كده في الحدود دي. ما بتاكلش غير لب ولا عسل خالص؟ مفيش غير دول بس. لا افطار ولا غدا ولا جبنه ولا شاي ولا صبح. لا في ميه طبعا. لا اللي بتكلم على افطار عادي احنا بنتناوله بناخد جبنه بناخد شاي بناخد. لا هقول لحضرتك حاجه يعني 900 لبايه دول يعني فيهم غذاء كامل. نعم فيهم غذاء كامل ولا ايه؟ غذاء كامل. اصل قشره حضرتك مش لو من غير قشره هتبقى العمليه عالي بروتين. بس انا فاكر انك كنت قلت لي ان من غير قشر برضو ممكن يبقى سعادة على حسب النفسيه بقى حضرتك. يعني لو انا نفسيتي تعبانه اتفضل استاذ حسن عشان يبقى عيش ولب عيش ولب. اتفضل حضرتك ده كله بقى بقشره. لا حضرتك غمس في كده واحده بص. قول لحضرتك حاجه. فاكر زمان واحنا صغيرين كنا ناكل الحلاوه مع الجبنه. حادق مع حلو. طب دي ماشي. دي نفس الشيء يعني. بس ما نحف عايزين نحف. اوعى تكون بتاع بتفرقع ولا بتاع. لا 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 طعم عجيب جدا فعلا. طعم عجيب جدا. طب ليه الناس ما عملوش لبابيه زي الحمصيه والفوليه؟ ده حدش فكر يعمل لبابيه ليه يا استاذ حسن؟ لبلبليه. لا انا انت حضرتك مكسوب بس حسن ده فين ده؟ لا لا انا مش قد الحكايه دي. انا دوب ده بس حضرتك بالبيتين كده هو
يطلق عليها ايه لو هي زي الحمصيه والفوليه؟ تبقى ايه؟ تبقى ايه يا استاذ حسن لو عملوها كده؟ ما هي بتبقى بيبقى على فكره عسل اسود مع سوداني مش كده؟ ايوه طبعا. خليك طيب. شو عشان ده كتير. طيب معانا اتصال. اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. برنامج عليه على الهوا. ايوه يا فندم. مع حضرتك منال مهنا. اهلا وسهلا. انا كان عندي سؤال للاستاذ سامي لبه بس عارفه اجابته، يعني بمعنى اصح عايز اعمل له امتحان. اتفضلي يا فندم. السؤال هو 3,525,367 في 12,773. ده هنرد عليك بكرة ان شاء الله. اراجع مع حضرتك الرقم تاني لو سمحتي. قوليه لي بقى ارقام مفرطة يعني. 3,525,000 وبعدين 3,625,000 في 12,773 مظبوط كده. طيب اقوله لك تاني يا استاذ سامي. 3,525,367 في 12,773 في 12,773 قول حضرتك. اتفضل حياتك قول. هيبقى 45 مليار. ايوه. و29 مليون. ايوه. و512,000. ايوه. و691. مدهش. لا لا بجد. لا لا بجد. هي انت على فكره فعلا الاجابه الصحيحه. تحب تفضلي معانا عسل ولب؟ شكرا انا لسه متغديه. طيب بالأنا والشفا يا ستي. شكرا على اتصالك الجميل. طيب في حد تاني في العيلة عبقري يا أستاذ سامي؟ لا للأسف كل إخواتي أغبياء. يا سلام. أغبياء معنى أغبياء يعني. طيب ما آخر سؤال أنا هسأله لك. نختار رقم سوا أستاذ حسن. نسأله إحنا اتنين رقم مع بعض. أهو قوله لي كده أستاذ حسن. أنت من الشمال يمين كده؟ أيوه. 8 9 7. أيوه. 6 2 3. ايوه. 4. اوكي. اصلك قالت مليار، احنا نحط مليارات احنا كمان ايش معناها يعني. اوكي. في ايوه. 5 3 6. ايوه. 8. ايوه ده رقم تليفون. ايوه. 9. ايوه. 7. ايوه. 5. 2. ايوه. ده البتاع هينفجر. طيب نجرب مع بعض. هراجع الرقم تاني بعد لما انا هقول اهو. 8 9 7. 9 7. 6 2. 6 2. 3 4. 3 4. في 8 8 9 7. 6 2. 3 4. في 5 3. 5 3. 6 8. 6 8. 9 7. 9 7. 5 2. 5 2. هشوف انا اهو. رقم كبير شوية. يا ترى الناتج بتاعه هيبقى ايه؟ اتفضل قول. مش شمال ولا مين برضه؟ ما زي ما حياتك. لا ما يغيبك. 4 8 1. ايوه. 9 3. ايوه. 1. ايوه. 6 5. 1 6. لا 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 انت كنت مقرب قوي. انت وصلت للتلتين. طب قولهولي تاني. قولهولي تاني. 4 8 1. 9 3. ايوه. 1 6 5. غلط خالص. طب وانا مالي؟ مالك ازاي؟ هم اللي كاتبينه غلط. انا مالي؟ انا كل مره بقرا صح. مين كاتبين؟ سيدات والساده. سيدات فاصل قصير ونعود اليكم فورا. يا جماعه يا نهار اسود ومنيل، ايه التهريج ده؟ ما فيهاش غير 6 صفار. طب وانتوا مش عاملين حسابكم على البتاع اللي بيقولوا لحضرتك كده؟ دي فضيحه. وانت ازاي تعمل كده؟ انا مالي؟ انا مالي؟ هم الحد اللي كاتبوه غلط. انا عامل ايه؟ انت مش عبقري؟ لا يا باشا مش. امال انت ايه؟ انا اساسا مونولوجيست. مونولوجيست؟ مونولوجيست ازاي يعني؟ مونولوجيست يعني حضرتك اقول مونولوجيست انا. صح فتح وشوف مالك اوعى تفكح في الجرا. صح فتح وشوف مالك اوعى تفكح في الجرا. بص وشوف راح يجرى لك على مر الاي. أهلا بالفرحة والرحمة
تزداد مشاعرنا صدقا قربا رفقا وجمال. كل الأمة تردد قولا أهلا ببلادي. توزع الفرح هالسنة وزعها ويانا.
غلط خالص. طب وانا مالي؟